فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: انتشر عندنا في قريتنا حيث تكثر البيوت القديمة ذات الأعمدة الخشبية، يقول ورقة كتب فيها كلام غير مفهوم، ويقال إنها لو علقت في غرفة فلا يقرب تلك الغرفة النمل الذي يأكل الخشب، علما أن بعضهم يا شيخ قد علقها. النمل يقرأ الكتابة، النمل هذا لجوء إلى غير الله عز وجل. نعم. يقول: وهل يعد هذا من الشعوذة والسحر؟ نعم، هذا من الشعوذة، لا يجوز هذا. نعم.